نهاية سنة صعبة وبداية أخرى تبدو قاتمة بالفعل، هكذا هي وضعية مهني الملابس الجاهزة الذين يكابدون معاناة كبيرة جراء تداعيات الأزمة الصحية الحالية، ويأملون في أن تحمل الأيام القليلة المقبلة انتعاشة حقيقية. ويعيش هذا القطاع على وقع أزمة مزدوجة في العرض والطلب على حد سواء، إذ يواجه تجار الجملة والتقسيط مشكل الفائض الكبير في مخزوناتهم من التشكيلات القديمة وحتى من المنتجات التي لم تجد طريقها للتسويق خلال العطلة الصيفية. هذه الوضعية تضع التجار أمام معادلة صعبة تتمثل في تصفية المخزون الحالي من أجل الاستعداد بشكل سريع لموسم تخفيضات فصل الشتاء، أو منح أنفسهم وقتا إضافيا من خلال المراهنة على موسم ربيع 2021 الذي يبدو واعدا. وعلى العموم ستترك الأزمة الحالية بلا شك آثارا عميقة في أذهان مهني هذا القطاع، لكن الأمل معقود على عملية التلقيح ضد كوفيد-19 التي ستسمح بالعودة إلى حياة طبيعية طال انتظارها.